يعني مش هتجيلوا تبعية بوبير ميديا في كل مكان زي ما حضرتكم شايفين. احنا متواجدين هنا في مسجد الشرطة الشيخ زايد طبعا، يعني وصول جثمان والدة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نبيلة الكيلاني طبعا بحضور كوكبة من الوزراء والفنانين طبعا حضرة تامر أمين. يعني زي ما حضرتكم شايفين يعني تواجد عدد كبير من الناس. زي ما حضرتكم شايفين الإعلامية والفنانة قاء السمجان هنا تواجدت لي يعني بيت صلاة الجثمان على والدة معالي الوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني. يعني زي ما حضرتكم شايفين توافد عدد كبير من يعني الرموز العامة والشخصية في مصر وأيضا يعني الفنانين هنا لصلاة الجنازة على زي ما حضراتكم شايفين. يعني هنا بنذكر حضراتكم ان احنا متواجدين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد طبعا لبدء صلاة جنازة على جثمان والدة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني هنا في مسجد الشرطة. يعني وصل جثمان يعني والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني هنا لبدء صلاة الجنازة. طبعا هنا متواجدين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يعني تواجد عدد كبير من الشخصيات العامة والرموز والفنانين هنا لتقديم طبعا وأيضا نحن نطلب من الله صبر والسلوان ل يعني والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. يعني طبعا توفت مدام نوال محمد يعني والدة معالي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني امس طبعا بعد اعلان ونزول بيان رسمي طبعا لنعيها بالوفاة. طبعا يعني انا اليه راجعون يعني انتقلت الى رحمة الله تعالى المدام نوال محمد وزيرة الثقافة الحالية. طبعا يعني توافد عدد كبير من هنا من الرموز والشخصيات العامة طبعا يعني لم يتم يعني إلى الآن وصول الوزراء لكن وصل وزير الكهرباء وصل هنا إلى مسجد يعني الشرطة بالشيخ زايد لبدء طبعا صلاة الجثمان صلاة على جثمان الراحلة مدام نوال محمد.
طبعا واعلنت الاسره ومعالي الوزيره يعني نيفين اكلاني عن موعد الجنازه. موعد الجنازه كان اليوم يعني بعد صلاه الظهر مباشره. وايضا اعلنت يعني على ميعاد العزاء سوف يقام ايضا هنا في مسجد الشرطه بالشيخ زايد يوم 2/6 الموافق يوم الاحد القادم. زي ما حضراتكم شايفين يعني وجود يعني الاستاذ والفنان القدير ايهاب فهمي هنا الى مسجد الشرطه طبعا لتقديم الواجب في جنازه يعني معالي والده معالي وزيره الثقافه الدكتوره نيفين اكلاني. زي ما حضراتكم شايفين تواجد يعني رموز وشخصيات عامه وفنانين هنا الى مسجد الشرطه طبعا لصلاه على جثمان المدام نواف محمد والده وزيره الثقافه الحاليه. متابعينا الكرام متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين بنذكر حضراتكم ان احنا متواجدين هنا في مسجد الشرطه طبعا لجنازه المدام نوال محمد وهي تكون والده معالي وزيره الثقافه الدكتوره نيفين اكلاني. زي ما حضراتكم شايفين توافد عدد كبير من الناس طبعا لتقديم واجب وصلاه على الجثمان. طبعا اعلنت الدكتوره نيفين اكلاني امس عن وفاه والدتها طبعا تعرضت لوعكه صحيه كبيره جدا لتنتقل الى مستشفى زايد ليتم توقف قلبها في الطريق طبعا لتنتقل الى رحمه الله تعالى. نتمنى من حضراتكم الدعاء لوالده معالي وزير الثقافه يعني الدكتوره نيفين اكلاني.